السلام عليكم. الداشبورد دي مثال على الجيو بيم، ده طبعا تبع شركة اسري اركي جي اس. بنلاقي هنا مكان المدينة كلها، وفي نفس الوقت بنلاقي فيه مدن مباني موجودة بالتفاصيل بتاعتها زي ما انت شايف. وبتلاقي هنا التفصيل للمشاكل الموجودة، حاجات بتاعت ايشيو، حاجات بتاعت زاين. وبنلاقي هنا ايشيو باي سب تايب بالشكل دوت. كل ما بتقف على حاجة بيبدأ يجيب لك التفصيل بتاعتها، تقدر تقول انا عايز اشوف المشاكل بتاعت السيفتي، عايز اشوف المشاكل بتاعت الديزاين وهكذا بالشكل دوت. وفي تيبل برضه هنا بقى فيه كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها، فدي حاجة كويسة جدا. زي ما انت شايف تفصيل في الموديل البيم، وفي نفس الوقت برضه حاجات الجي اي اس كلها موجودة، في اكتر من مبنى موجود بكل التفاصيل بتاعته. وتقدر تيجي هنا وتشوف الليارات كلها، وتقدر تدفي اي ليار، وهتلاقي برضو الليجند اذا كانت الحاجه دي الاوبن او كلوز، يبدا يوريك الليجند بتاعتها. البوك مارك لو في كذا فيو اهوت، تقدر تقف عليه واحد فيهم فعلى طول يروح على الفيو اللي انت عايزه او المبنى اللي انت عايزه. دي حاجات طبعا اندر جراوند، فعندك كده في تكامل بين البي اي ام والجي اس.